معانا لحمه مفرومه من امس، اكله كنا بنعملها معروفه داوود باشا بدبس الرمان، هنكملها مع بعض النهارده ونشوف تفاصيل عمل دبس الرمان بطريقه الشيف المغازي والطعم والفليفر. هنعمل دلوقتي مع بعض صلصه جميله اللي هي صلصه دبس الرمان لكفته داوود باشا، عملناها مع بعض امبارح. اللحمه المفرومه مقاديرها على الشاشه بعد اذنك يا استاذ رحاب. سادة المشاهدين عايزين نكمل مع بعض داوود باشا مع دبس الرمان. بصلايه ناعمه، فص توم ناعم، لحمه مفرومه الدسامه فيها بنسبه تقريبا 10% 20% حسب علاقتك بالجزار الراجل الطيب. لولا يا حاج ربنا يوعدك بزياره النبي. ومعانا مكعبين من الزبده وزيت زيتون مع دبس الرمان والطحينه. حلو قوي، كلام حلو قوي. احنا امبارح مع بعض عشان المصداقيه شعارنا على شاشه التلفزيون المصري، عملنا الكفته الجميله اللطيفه الحلوه، وجبنا اللحم خلطناه بقليل من الدقيق مع البهارات بتاعتنا اللطيفه اللي هو الملح والفلفل والبابريكا، وطبعا حطينا مع التوابل دي كلها معلقه معجون طماطم او فلفله حلوه، وعملناها داوود باشا بالشكل ده كده ودخلناها الفرن. حلو الكلام عشان نبقى واضحين مع بعض. انا عملت صلصه دبس الرمان، هعملها تاني من جديد لان دي عايز اعملها مع حضراتكم، لان لما تعمليها تقدري تدخليها في حاجات كتير قوي، تعمليها مع سمك، تعمليها مع فراخ، تعمليها مع لحمه حسب الرغبه، تعمليها مع خضار زي ما انت عايز. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بمكونات ثلاثه، ايه هم؟ دبس الرمان وطحينه ومعجون طماطم وبصل وتوم. نعملها مع بعض ازاي يا شيف؟ والكل بيتساءل دي نستخدمها ازاي ونعملها ازاي. بنحط في الطاسه بتاعتنا شديده الحراره معلقتين من زيت الزيتون. انت بتعمل اكل هيلث النهارده يا شيف، يبقى انا هرفع ايدي من الزبده بس على طول بتكلم. امبارح كنت بستخدمها، النهارده مش هستخدمها. ده المطبخ. ونحط البصلايه بتاعتنا، والبصلايه بتتحمر بنحط عليها شويه بهارات من البهارات بتاعتنا، الزعتر بيرحم عينينا من ريحه البصل. حلو، سؤال لطيف والله. نقدر نشيل الكفته دي في الفريزر ونعمل لها صوص ونطلعها؟ هي مش تبقى حلوه. ايه المشكله لما نعملها طازه؟ لان اللحم طبعا لما بيستوي وندخله الفريزر ونطلعه تاني بالتاكيد بيبقى فيه بكتيريا ضاره وبكتيريا نافعه والموضوع ما بيبقاش لطيف، هي مش بتاخد وقت كبير ولا حاجه. ولكن اذا الامر يستدعي بنشتغل نشيلها في الفريزر مش اقل من اسبوع مثلا ولا ثلاث اربع ايام ونطلعها تاني ونستخدمها. ادي البصلايه الناعمه لطيفه وجميله. فص توم لطيف وحلو كده. نزود تاني شويه زيت زيتون، مع ان انا دايما مدرسه المغازي بتقول اضافه الزبده للزيت بيساعد على احمرار البصله والتومه. هنا بقى بلاش هالقاعده دي عشان بعمل اكل صحي، فبقدر الامكان اهرب من السمنه اهرب من الزبده، ويبقى بالي طويل شويه على البصلايه والتومه تاخد لون مع البهارات الحلوه. بصلايه خدت لون مع تومه مع زيت زيتون، اللهم صل على النبي. ننزل بيه يا عم الشيف، ننزل بالطحينه. يا ويلي، ايه ده؟ ايه الانسجام ده؟ ايه الطعم ده؟ بذور السمسم تدينا طحينه، زيت السمسم. ننزل بالطحينه كلها. تخليش حاجه، ونقلب التقليبه اللطيفه دي كده. ده الطعم هنا حكايه مدرسه. معانا من الماء المغلي قليل، نفس الطريقه بتاعت امبارح. يلا يلا، كمان واحدة ونقلب، كمان واحدة ونقلب. هو ده، اللهم صل على النبي. الله الله على الريحة الحلوة، الله على الجمال. انت هو ده. وفي حالة الغليان والجمال الحلو اللي أنا شايفه ده كده، أنزل بدبس الرمان. يا ويلي على الانسجام، دبس رمان وطحينه، ايه الدلع ده؟ ايه الدلع ده؟ ايه الدلع ده؟ الصوص ده تعمليه وتكتبي مكوناته وتفاصيله وتكتبي من فضلك كده فوق الشيف الموازي. اللهم صل على النبي. قلب. دي توابلها يا عم الشيف، حذاري بقى هنا تحطي لي كمون ازعل منك. تحط لي كزبره ازعل منك، ده دبس الرمان لطيف وجميل، لازم نحافظ على شخصيته. بهاراتنا ملح وفلفل وشويه بابريكا. هاخد معلقه للامانه كده، معلقه معجون طماطم او فلفله حلوه. طالما حطيت معلقه معجون طماطم
يبقى لازم احط معلقه سكر علشان نتلاشى مشاكل الحموضه، واشيل دول من هنا. مدرسه المغازي بتقول لعمل الطحينه اضافه الثوم الني عشان يديني طعم. ادي معلقه ثوم نيه، تفرق دي يا عم الشيف. ها الثوم الني مع الصلصه دي تفرق. طب لو سوينا الثوم خدنا سكه بقى الطشه بتاعت الملوخيه وطشه الفته، انا مش عايز الجو ده كده، عايز الثوم لما يغلي جوه الصلصه دي اشم ريحته كده مع دبس الرمان يبقى طعمه لطيف وجميل. كده الصلصه بتاعتي دي جاهزه، اتبلها بملح وفلفل. طبعا احنا امبارح شفنا مع بعض اللحمه المفرومه عملناها ازاي، اللي هي داوود باشا دي في الصينيه معانا اهي زي الفل. اللهم صل على النبي، بسخنها كده على النار عشان عايز البهريز اللي نازل من اللحمه ده اخده يشارك معانا في الصلصه بتاعتي. خلي بالك بتشوي لحمه بتشوي فراخ بينزل شويه بيون، شويه البيون او البهريز اللي بينزل من اللحمه او الفراخ ونتيجه تحميره في طاسه او بكاته، ده مهم جدا في عمل الصلصه، بيدعم الصلصه، بيدعم الطعم، بيخلي الفليفر لطيف. عندنا اللحمه المفرومه زي الفل، مهم جدا بالشكل ده كده. ادي الصلصه اللطافه هنا والصلصه بتاعتنا الحلوه كده، نبص عليها. شفت الغليان ده؟ شفت القوام ده؟ اوعي تحط دقيق او تحط نشا، خلي بالك. الله اللحمه، شفت بقى شويه البهريز دول؟ شفت شويه البهريز اللي نازلين من اللحمه دول؟ انا عايزهم دول. انا خدتهم ننزل بهم كده. ده البهريز اللي نزل من اللحمه. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. ده الإدام بهريز ينزل يشارك في الصلصه بتاعتي دي. خلي بالك السر تكوير اللحمه دي وان اللحمه ما تفكش منك في قلب الصلصه زي ما شفنا مع بعض، معلقتين دي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ تغلي كده في قلبيها، هتاكل الصوص ده وتسيب اللحمه للضيوف. اعمليها النهارده لاولادك مش هتخسرك حاجه، نص كيلو لحمه مفروم، دسمه عاليه دسمه مش عاليه بقى مش مشكله حسب الحاله الصحيه يعني، بس يفضل طبعا نسبه دهون 20%. اذا مش تعملها هيلسي، هتعملها هيلسي ما تجيبيش فيها دسمه خالص. شفتي غرقت ازاي غرقانه هنا؟ لسه ما خلصتش، تصبر على رزقك هتاخد حاجه حلوه. مكان تحمير اللحمه يا عم الشيف زي ما هي كده في الطاسه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي على المطبخ. هو ده هو ده هو ده هو ده. انا عايز دول، عايز دول، مش هتنازل عنهم. اوف اوف اوف، زي ما هي كده اسيبهم يغلوا شويه. حلو الكلام. وباخد الصلصه اللطيفه دي كده، سامعين الصوت الحلو ده كده؟ يلا يلا اوبا، خلص الكلام. أكلة لطيفة وحلوة، يا ريت تعمليها لأولادك النهاردة. إحنا بنهزر يا غالي ولا إيه؟ بيقول لي اللحمة دي ما تفكش في الصلصة، تفك معاك أنت لو هتعملها، إنما معايا أنا لا ما تفكش. هتقولي ليه؟ شطارة؟ لا مش شطارة، خبرة طهوية. لازم تفهم المطبخ. معلقتين الدقيق مع إضافة اللحم والتوابل والبصل وتقلبهم جيدا كده أهو بالشكل ده كده، بتخلي لها شخصيتها وتقلبها زي ما أنت عايز. تجيب جوان كمان. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ طب نغرف الطبق ده ازاي؟ سيرفيس زي ده كده حلو، عدلها رز ابيض يا مغازي، بناخدها كده. اللهم صل على النبي، وادي رز ابيض معانا. ينفع رز بالشعريه؟ ينفع. ينفع رز ابيض بسمتي؟ ينفع، زي ما انت عايزه، مش عايز اقيدك مع حاجه معينه. لا ما ينفعش مكرونه، دي عدلها رز. قلب الصغير لا يتحمل. الله، ألف هنا وشفا. أصبحت السفرة بتاعتي بتناسب الأطفال وكبار السن وكل أفراد الأسرة، الصغير والكبير والكبير والصغير. داوود باشا بمدرسة المغازي نسبة دسامة تقريبا نقول 50%. حتة اللحمة هبرة معانا من امبارح للأمانة، فيها شوية دسامة عشان طبعا المصداقية شعارنا. إيه الصوص بتاعنا اللي هو دبس الرمان ما فيهوش اي دسامه خالص، ما حطيتش زبده، كنت امبارح عامله بالزبده. اتكلم الصدق، خلي
اوعى تداري الرز، خلي الرز المصري كده بجماله باين في قلب الطبق، ما تخليهاش كلها صلصه. ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيخ؟ بالله عليك الطبق ده يستاهل ايه؟ يستاهل تحيه كبيره ولا لا؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين، اشتقول العل العل. معانا داوود باشا مدرسه المغازي مع دبس الرمان، والصوره الحلوه دايما تتحدث عن نفسها وتعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى.